هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هناك أحد الأغنياء في بلدتي يتبرع بأموال كثيرة لمسجد البلدة، معروف مسجد البلدة، نعم، معروف عن هذا الرجل أنه لا يزكي ويتعامل في الربا. سؤاله: هل يجوز أن نأخذ منه المال كصدقة وأن ندعم به المسجد والقائمين عليه؟ لا، ما يكون في المسجد إلا مال طيب، لا يصرف في المسجد إلا مال طيب حلال 100%. نعم.